عشر سنوات من الممارسة قد يعتبرها البعض مدة طويلة لبلوغ القمة في الفن النبيل، لكن بالنسبة لياسين المعاشي أصبحت قصيرة حين أدخلته ربيع التألق وهو يتوج ببطولة براز فايتر أو ملاكم من أجل الجائزة، إنجاز تأتى للملاكم المغربي إثر فوزه بجميع نزالاته الثلاثة آخرها على البطل العالمي السابق جونيور رويتشر في نهائي بطولة شهدت تنافسا بين ثمانية ملاكمين خلال أمسية واحدة. كنشعر بافتخار كمغربي كعربي، جيت الانجليز لهنايا وحيت لهم عطاء الله ديالهم، هما كنلعبوا فيه ذا بيست احسن ملاكمين الانجليز شاركوا فيه وربحتهم، وربحت لي مكلاسي، كان مكلاسي الرقم واحد عالميا حيدته من الحساب. تتويج المعاشي الذي يعيش في لندن وضعه امام تحدي كبير وهو يتلقى دعوه المشاركه في امسيه نزال زابجودا ضد بطل العالم الحالي في الوزن الخفيف الباكستاني الاصل والبريطانيه الجنسيه امير خان. نلعب على بطوله العالم ونشوف اللي كان نقدر نلعب مع امير خان، اش كيعيطوا لامير خان، هو تقريبا الرقم الاول في العالم دابا، وانا ما غاديش نبغي بصراحه نمشي نقول كنلعب مع شي واحد الرقم 517، لا خصني الرقم الاول عالميا. وبزاف ديال الناس غادي يظنوا بان راه ما غاديش نقدر عليه، ولكن انا عارف القدرات ديالي اللي كاينه، لان هذاك اللي لعبت معاه وربحته جوني ويتا هو اللي كان غادي يلعب معاه. المعاشي لم يخفي رغبته في خوض أمسية من العيار الثقيل بأرض الوطن، خصوصا وأن الملاكمة لها قاعدة جماهيرية واسعة بالمغرب. الجو عندي المغاربة رحيلو، هو كان هذا بطل فورمر بطل عالميا فورمر وورلد شامبيون، وتكلمت معاهم في المغرب وان شاء الله حروح ولعب مباراة في المغرب ان شاء الله. بعدما حرم ذوي الخبرة والاختصاص من لقب براز فايتر، ياسين المعاشي أكيد لن يدير ظهره للقب عالمي سيطارده عاجلا أم آجلا.